لطف حقك يا أخي، اعتذار لك، ما قبلت اعتذار لأن كرامتك ما تسمح. الله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي بأن أعفو عن من ظلمني وبأن أعطي من حرمني وبأن أصل من قطعني. مو بالعبرة أن نعيش مسلمين وبس، العبرة أن تعيش فينا هذه المبادئ اللي أصبحنا ما نشوفها في الناس. لا تحزن لما أقرب الناس يؤذونك وأنت اللي تحسن لهم، لا تحزن، أنت ما تدري لعل الله اختارك تكون من المحسنين. الإحسان منزلة الله ما يعطيها لأي إنسان، الإحسان ميزة لا تمنح إلا لأنقياء القلوب، فلا تحزن. احترم الإنسان لو أنك احتقرت هندامة، أنت ما تدري وش هي ظروفه، كم من الناس هي راقية ملابسهم فخمة مجالسهم لكنك تحتقر نفسك من تجالسهم. يا ليتنا نحترم من الإنسان تلك النفس لا اللبس. راح يجيكم يوم تفتكون مني يا رب أموت، كلمات الأسف نقولها لما نعصب. قال سيدنا يوسف لربه: يا رب جعلتني في السجن طويلة. فقال الله: أنت من طلب السجن فأعطيناك، ولو طلبت العافية لعافيناك. في أخوان قبل لا تدعون على أنفسكم الموت اتفكروا. الكل منا يحرص أنه يحصل تقرير خلوه من الأمراض، ومن قال أن هذا التقرير صحيح؟ العافية ما هو في تقرير كتبه لك طبيب، العافية في عافية قلبك من الحسد، مش عافية شرايين وضغط وسكر. ارجعوا فحص عدل. لا يوجد أكثر إيلاما من أم عانت من قسوة الزوج ووضعت كل أحلامها في أبنائها واللي رعتهم بكل جوارحها. من كبرت تفاجأت بأن من يرعاها هي خادمة، لا حد يحتاج بظروف هالزمن ولا غيره. البر هو أعلى درجات الإحسان ولا يؤتى لأي إنسان. امشي على هالأرض بهون وتواضع، فكم تحتها ناس هم أرفع منك. عش طيب الذكر ولا تحتقر حد، فكم من حي بين الناس ميت وكم من ميت بين الناس ذكرى حي. تواضع يا أخوي.